بوتوكس للخرفان. اي مثل ما سمعتوا، بوتوكس للخرفان يحقن لوجه الخرفان لتغيير معالمهم وتحويلهم من نوع الى نوع اخر. هالعمليات تجرى في سوريا لتحويل بعض سلالات الخرفان الى الخروف المعروف باسم الحراكي، اللي يعتبر سلالة نادرة وسعره عالي جدا مقارنة بأنواع الخرفان الأخرى. وهالحكي دا يتم بمدينة حمص السورية تحديدا، اللي تعتبر مثل ما نقول معقل مراكز التجميل الخاصة بالخرفان، وبعدها يتم نقله إلى مدينة الرقة بغرض بيعه بأسعار عالية جدا. وطبعا من الصعب على الشخص العادي تمييزه. طبعا عمليات التجميل للحيوانات هاي مو الأولى، يعني بمسابقات الجمال الخاصة بهم أيضا تتم عمليات الحقن بغرض تحسين شكل الحيوان مثل القطط والكلاب. العمليات هاي حذر منها الأطباء وقالوا هالموضوع ممكن يسبب لهم الشلل. شو تشوفوا مشاهدينا؟ هل شي غش لو عنف ضد الحيوان؟